قوات الدفاع الشعبي نضالا لا مثيل له في تاريخ ثورات الشعوب. ان اعتداءات تركيا وتجاوزاتها وممارستها لمختلف صور الارهاب واجرام باتت امرا اعتياديا شبه يومي يحدث امام انظار العالم، ولم يعد امرا خافيا على الاحد. فعبرين المحتله تشهد هذه الاعتداءات والجرائم بصور يوميه، كذلك راس العين والتلابيات. لنقول للعالم اجمع: اوقفوا العنف والقتل ضد المراه، اوقفوا التخلف، اوقفوا تصدقكم عن المراه، اوقفوا الزواج القاسيات، اوقفوا قتلهم بدماء بارده، اوقفوا العنصريه ضد المراه. توقفوا توقفوا توقفوا، فان صوت المراه ثوره وليس عوره. بيجي برفعت